دي طبيعة خدمية لازم نحافظ عليها ولازم نقويها ولازم الدولة هي اللي تصرف عليها. وفي جزء اقتصادي عندنا إمكانات هائلة هائلة وغير مستغلة في مزمير زي ما عندنا في مصر وغير مستغلة إمكانات. طيب هنا في الجزئية دي يا فندم الفكرة نفسها ان يبقى في شركات تضم مثلا عدد من القنوات او عدد من الاستوديوهات او عدد من البرامج وما الى ذلك في اطار شركة، وده اللي تم مع راديو النيل. طبعا راديو النيل بس هنا في راديو النيل حضرتك ذكرت المثال فراديو النيل مثلا احنا عاملين مجلس ادارة مؤقت احنا خدنا سنة عشان نقدر نوصل لفكرة الشركة وما وصلتش لمستوى المطلوب، يعني معنى كده ان في مشكلة ادارية فيما يتعلق بهذا الكيان الى شكل من اشكال القطاع الخاص. يعني شوف يا محمد انا دايما بقول البداية في كل حاجة صعبة، يعني المهم ان حضرتك تبدأ